الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبعد إتمام الدروس وتقديم تقويم شامل في مختلف هذه الدروس، ننتقل في هذه الحصة إلى تقويم إعدادي للامتحان الجهوي. وسنأخذ الامتحان الجهوي للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين جهة الريمات سلا القنيطرة. سنأخذ هذا المثال وسنتدرسه في هذه الحصة إن شاء الله تعالى. إذن مادة الفرائض تخصص لها 10 نقاط، وكذلك التوقيت 10 نقاط. أولا، يقول سبحانه وتعالى في سورة النساء: إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. الأسئلة: السؤال الأول، اشرح هلك وفللذكر مثل حظ الأنثيين. السؤال الثاني، بين المقصود بالولد في قوله تعالى: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. السؤال الثالث، استخرج من النص سبب الإرث الوارد فيه. السؤال الرابع، حدد حالات ميراث الأخت الشقيقة الواردة في النص، النص الذي تقدم. والسؤال الخامس، اذكر الورثة الذين لا يلحقهم أبدا حجب الإسقاط. السؤال السادس، نقل الجدول إلى ورقة التحرير ثم ضع علامة في الخانة المناسبة. إذن مجموعة من المسائل، سنضع علامة أمام التداخل أو التماثل أو التباين أو التوافق. سنحدد ما الوارد في هذه المسائل، هل هي من قبل المسائل التي فيها تداخل أو تماثل وهكذا. ثانيا، يقول الزحيلي: ويقدم الدين على الوصية وإن قدم ذكرها عليه في الآية، لقول علي رضي الله عنه: إنكم تقرؤون هذه الآية من بعد وصية توصون بها أو دين، وإن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. السؤال الأول، ما الحكمة من تقديم الوصية على الدين في الآية؟ السؤال الثاني، اذكر الحقوق المتعلقة بالتركة بالترتيب. السؤال الثالث، اكتب دليل إرث البنت من القرآن الكريم. رابعا، أنجز الفرائض الآتية مع التأصيل: هلك هالك عن زوج، ابن زنا، أم، أخ شقيق. المسألة الثانية، جد، 5 إخوة أشقاء. المسألة الثالثة، أم، جدة، عم شقيق، ابن ابن ابن. الآن الأجوبة. إذن هذه الأسئلة التي تقدمت في مكون الفرائض، ننتقل الآن إلى الأجوبة. مدلولات الألفاظ: هلك، إن امرؤ هلك أي مات، فللذكر مثل حظ الأنثيين يعني للوارث الذكر ضعف حظ أخته، وفي النص للأخت أو للأخ الشقيق ضعف نصيب الأخت الشقيقة، أو للأخ لأب ضعف نصيب الأخت لأب. الجواب الثاني عن السؤال الثاني: المقصود بالولد في الآية الابن الذكر، يعني الابن أو ابن الابن، ولا يشمل البنت أو بنت الابن. لماذا؟ لأن الإناث من الفروع الذين لا يحجبن الإخوة الأشقاء أو لأب. إذن في النص الذي تقدم إشارة إلى أن وجود الولد سبب حجب الإخوة، ونحن نعلم أن البنت أو بنت الابن لا تحجب الإخوة، ولذلك فالمقصود هنا الأبناء الذكور فقط، أي الابن أو ابن الابن. سبب الإرث الذي ذكر في النص أو ورد في النص هو النسب، أي القرابة، والمقصود جهات الأخوة. النص يتحدث عن الإخوة. رابعا، حالات ميراث الأخت الشقيقة الواردة في النص السابق: الحالة الأولى النصف،
متى؟ عند الانفراد مع انعدام المعصب، أي الذي يعصبها. والدليل على ذلك: وله أخ أو وله أخت فلها نصف ما ترك، من خلال النص الذي تقدم. الحد الثاني: الثلثان، متى؟ عند التعدد مع انعدام المعصب. والدليل: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. الحظ الثالث أو الحالة الثالثة: التعصيب، عند وجودها مع أخ شقيق فأكثر. إذا كانت الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق فأكثر فإن لها التعصيب. والدليل: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. خامسا: الورثة الذين لا يحجبون حجب إسقاط، ستة: الأب والأم، الزوج والزوجة، والابن والبنت. هؤلاء لا يحجبون أبدا حجب إسقاط. الورثة الآخرون يحجبون، لكن هؤلاء لا يحجبون. والسر هو أن هؤلاء أقرب الورثة إلى الميت، وهذا من مظاهر واقعية الإرث في الإسلام. سادسا: وضع علامة في المكان المناسب. إذن لدينا النصف للبنت والربع للزوج والتعصيب للأخت الشقيقة. نلاحظ أن أربعة ضعف العدد اثنين. حينما يكون أحد المقامات ضعفا للآخر فإن العلاقة هي علاقة تداخل، أو لنقول اثنان من قواسم أربعة. الحالة الثانية كذلك: المقام ستة، المقام ثلاثة، المقام اثنان. إذن العدد اثنان والعدد ثلاثة يقبلان العدد ستة يقبل القسمة على اثنين ويقبل القسمة على ثلاثة. إذن العلاقة هي علاقة تداخل. الحالة الثالثة: النصف مع النصف. النصف هو النصف، ولذلك نتحدث عن التماثل، أي أن يكون المقام ومثله. اثنان هي اثنان، النصف هو النصف. الحالة الرابعة: الثلث ثم الربع. إذن هنا نتحدث عن التباين. أربعة ليست من مضاعفات ثلاثة، وأربعة لا تقبل قسمة على ثلاثة. العلاقة علاقة تباين. ثم الحالة الأخيرة: السدس مع الربع. إذن هنا نتحدث عن التوافق، نتحدث عن التوافق، لأن المقامان زوجي، لأن المقامين زوجيان، وستة ليست من مضاعفات أربعة. ثانيا: الحكمة من تقديم الدين على الوصية هي الاهتمام بها وعدم التفريط فيها، لكونها تشبه الميراث في أخذها بلا عوض، فيشق على الورثة إخراجها، فقدمت حثا على أدائها وتنبيها على أنها مثله في وجوب الأداء. أما الدين فنفوس الدائنين مطمئنة إلى أدائه. ثانيا: الحقوق المتعلقة بالتركة بالترتيب. الحق الأول: الحقوق العينية، الوديعة والرهن. الحق الثاني: لوازم تجهيز الميت من غسل وكفن وحمل ودفن. الحق الثالث: الديون، وهي قسمان: ديون الله وديون العباد. ديون الله كالزكاة والكفارة والنذر، وديون العباد كالقرض والأجرة والمهر. الحق الرابع: الوصية الصحيحة النافذة، أي بشروطها: ألا تكون لوارث، وألا تتجاوز ثلث، وألا يكون القصد منها الإضرار بالورثة. والحق الأخير أي حقوق الورثة، وهو ما تبقى بعد استخلاص الحقوق السابقة. ثالثا: دليل إرث البنت من القرآن الكريم، قوله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن هذا هو النص القرآني الذي يبين حظ البنت. رابعا: إنجاز المسائل. إذن زوج، ابن زنا، أم، أخ شقيق. الزوج الربع لوجود الفرع الوارث،
الأم السدس لوجود الفرع الوارث، الأخ الشقيق محجوب بالابن. إذن المقام 4-6، هنا نبحث عن المضاعف المشترك الأصغر بين 4 و6، هو 12. 4 × 3 و6 × 2 12. إذا أردنا أن نبحث عن أصل الفريضة عن طريق النسب المعروفة، يمكن أن نقول نصف 4 × 6 أي 2 × 6 12، أو نصف 6 × 4 3 × 4 12. إذا 12 × 4 = 3، 12 × 6 = 2، المجموع كم؟ 5. كم بقي من 12؟ الباقي 7، وهو حظ الابن بالتعصيب ولا حظ للأخ الشقيق لأنه محجوب، وقد قال صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، والابن أولى من الأخ ولذلك حجب. المسألة باء جد 5 إخوة أشقاء. إذن الجد هنا مع 5 من الإخوة، أي أنهم تجاوزوا مثليه، ولذلك الثلث أفضل له، كان الثلث أفضل له فأعطي الثلث، وكان أصل الفريضة من هذا المقام 3 × 3 = 1. كم بقي؟ الباقي 2 لهؤلاء 5 من الإخوة. إذن المسألة تحتاج إلى تصحيح، نضرب 3 × 5 فتصح المسألة من 15، فيكون 5 من الأسهم الجد ضربنا 1 × 5 = 5، ويكون مجموع مال الإخوة 2 × 15 سهمان لكل أخ. الحالة أو المسألة الأخرى، أم جدة ابن 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 وعم شقيق، الأم لها السدس، لماذا؟ لوجود الفرع الوارث ابن ابن ابن. الجدة محجوبة بالأم، قلنا الجدة لأب محجوبة بالأب والأم، والجدة لأم محجوبة بالأم، إذن الجدة محجوبة بالأم. ابن 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 له حالة واحدة معلومة وهي التعصيب، والعم الشقيق محجوب بالفرع الوارث. إذن مادام هناك مقام واحد يجعله أصلا للفريضة، فنضع 6 هنا، 6 × 6 = 1. كم بقي من 6؟ 5. 5 تعطى لابن ابن ابن، ولا حظ للجدة والعم الشقيق بسبب الحجب. الآن ننتقل إلى التوقيت، هذه الآن الأسئلة المتعلقة بمادة التوقيت. قال سبحانه وتعالى: ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. السؤال الأول شرح يولج وسخر حسب السياق. السؤال الثاني ذكر التقويم الذي يعتمد على سير القمر وعدد أيامه في السنة البسيطة والكبيسة. السؤال الثالث: ما حكم تعلم ما يوصل لمعرفة أوقات الصيام والحج؟ السؤال الرابع: ميز بالطريقة الحسابية البسيط من الكبيس في السنتين القمريتين التاليتين، سنة 30 و 400 و 1000 وسنة 15 و 400 و 1000. السؤال الخامس: بين بالطريقة الحسابية مدخل سنة 2020 ومدخل شهر أبريل منها، نستنتج مدخل شهر أبريل بعد معرفة مدخل السنة. سادسا: استخرج السنة الميلادية الموافقة لسنة 1411 للهجرة. سابعا: حول ما يأتي إلى قيم عددية، يعني هذه الحروف حروف نحولها إلى قيم عددية. حرف الشين قلب شخص قيد. ثامنا: املأ الجدول بعد نقله إلى ورقتك. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم باليوم والشهر والسنة؟ ما اسم أم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ أين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ الآن الأجوبة. شرح المفردات: يولج أي يدخل كل منهما في الآخر، وورد هذا الفعل هنا لأن تقلص ظلمة الليل يحصل تدريجيا، وكذلك تقلص
ضوء النهار. سخر أي ذلل ضوء الشمس والقمر لبني آدم ولمصالحهم ومصالح مواشيهم وثمارهم. الجواب الثاني، التقويم الذي يعتمد على سير القمر هو التقويم العربي أي الهجري، وعدد أيامه أو عدد أيام سنته البسيطة 354 يوما، والسنة الكبيسة 355 تزيد يوما. الجواب الثالث، حكم معرفة ما يوصل لمعرفة أوقات الصيام والحج. معرفة وقت الصيام والحج أمر ضروري، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا بد أن نصوم، يجب أن نصوم، وكذلك الحج واجب على من استطاع. إذن لا بد من تعلم معرفة أو تعلم ما يوصل لمعرفة أوقات الصيام والحج، ولكنه واجب كفائي على الكفاية. تمييز بين البسيط والكبيس. حساب سنة 1415، إذن خذ هذه السنة، الخطوة الأولى نقوم بقسمتها على 30 تساوي 47 والباقي 5. نأخذ هذا الباقي الذي هو 5 ونضربه في 11 على 30 يساوي 55 على 30. 55 على 30 تساوي 1 والباقي 25. هنا لابد أن نقوم بالقسمة بدون فاصلة، يكون العدد صحيح طبيعي، تساوي 1 والباقي 25. فالعام كبيس، لماذا؟ القاعدة، لأن العدد 25 الذي هو الباقي أكبر من 15 وأصغر من 26. إذا كان الباقي أكبر من 15 وأصغر من 26 فالعام كبيس، وهو الأمر هنا. حساب سنة 1430، إذن نأخذ السنة ونقسمها على 30 تساوي 47 والباقي 20. نأخذ هذا الباقي ونضربه في 11 على 30 تساوي 220 على 30 تساوي 7 والباقي كم؟ 10. إذن العام بسيط، لماذا؟ لأن هذا الباقي الذي هو 10 أصغر من 15، هذه هي القاعدة، إذا كان الباقي صغر من 15 فالعام بسيط. الآن مدخل سنة 2020 ميلادية بالحساب. الخطوة الأولى نأخذ الآحاد والعشرات التي هي 20 ونحتفظ بها. الخطوة الثانية نقسم هذا الآحاد والعشرات على 4، 20 على 4 5 ونحتفظ ب 5. الخطوة الثالثة نأخذ أس شهر يناير، أس شهر يناير في السنة البسيطة 1 وفي السنة الكبيسة 7، إذن هنا نأخذ 7 لأن السنة كبيسة. الخطوة الرابعة نأخذ أس القرن الذي تنتمي إليه سنة 2020، أي القرن 21، أس هذا القرن هو العدد 6. والخطوة التي بعدها نجمع كل المحفوظات، الآحاد والعشرات، ناتج قسمتها على 4، أس شهر يناير، أس القرن، المجموع 38. بعد ذلك نضيف إلى المجموع العدد 1 وهو لفاتح السنة المطلوبة، فيصبح المجموع 39. نأخذ هذا العدد نقسمه على 7 وهي ترمز إلى عدد الأيام، فيكون الناتج 5 والباقي 4. هذا الباقي هو الذي نحدد من خلاله مدخل السنة. إذن نعد بأربعة من يوم الأحد، الأحد 1، الاثنين 2، الثلاثاء 3، والأربعاء 4. إذن يكون مدخل هذه السنة هو يوم الأربعاء. بعد التعرف على مدخل السنة نستنتج مداخل باقي الشهور. هذه الطريقة تنبني على حروف الجمل الآتية: أديد، زبه، زجو، حدو. تقدم أن مدخل هذه السنة هو يوم الأربعاء، لذلك نجعله بداية الأسبوع
ونقابل كل شهر بالرقم الخاص به الذي يرمز إليه كل حرف من حروف الجمل. وبما أن السنة كبيسة فإن الشهور التي بعد فبراير ستتزحلق بيوم واحد. إذن هذا هو ترتيب الشهور، وهذه مداخلها، وهذه الحروف التي تساعدنا على معرفة مداخلها. إذن يناير يناسبه العدد واحد، واليوم الأول هو يوم الأربعاء. فبراير يناسبه العدد أربعة. إذن الأربعاء، الخميس، الجمعة، السبت. ولكن جعلنا هنا الأحد، لماذا؟ لأن الشهور التي بعد فبراير تتزحلق بيوم. مثلا غشت، الرقم الذي يناسبه ثلاثة. إذن اليوم الأول الأربعاء، اليوم الثاني الخميس، اليوم الثالث الجمعة. لكن كان المدخل هو السبت، لأن السنة أو مداخل هذه الشهور تتزحلق بيومين، لأن السنة كبيسة. سادسا، معرفة السنة الميلادية الموافقة لسنة 1411. القاعدة هي أن الميلادي يساوي الهجري ناقص الهجري على 33 بالإضافة إلى الزائد وهو 622. إذن الميلادي وهو 1411 ناقص الميلادي على 33 زائد 622، فكان الناتج هو 1991، وهي السنة الميلادية الموافقة لسنة 1411. للإشارة فإن هذه النتائج تكون نتائج صحيحة ودقيقة جدا. سابعا، تحديد دلالات حروف الجمل بالأعداد. الشين دلالتها بحروف الجمل ألف، قلب يعني القاف واللام والباء. القاف إشارة إلى 100، واللام إشارة إلى 30، والباء إشارة إلى 2. إذن هذا اللفظ يشير إلى العدد 132. الشين تشير إلى 1000، الخاء تشير إلى 600، والصاد تشير إلى 60. إذن 1660. القاف تشير إلى 100، الياء تشير إلى 10، والدال تشير إلى 4. إذن قيد بحروف الجمل 114. إتمام الجدول. المهمة ثم الجواب. متى ولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ باليوم والشهر والعام. ولد عليه الصلاة والسلام يوم الاثنين في شهر ربيع الأول عام الفيل، لأنهم كانوا يؤرخون بأشهر الأحداث. ما اسم أم نبينا صلى الله عليه وسلم؟ آمنة بنت وهب، وهي من أشرف بيوت قريش. أين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ دفن في حجرة عائشة رضي الله عنها، في الموضع الذي مات فيه، لأن الأنبياء يدفنون حيث قبضوا، هذه هي سنة الأنبياء، إنما يدفن النبي في المكان الذي مات فيه أي قبض فيه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.